شابين، شاب من بوسعادة وشاب جانا من القلاء ولاية الطرف. نبدأ مع سيد علي رحموني، مصور فوتوغرافي مهتم بالتراث والسياحة. سيد علي مساء الخير، مرحبا بكم. مساء الخير أخي محسن، بون سلام عليكم، معكم رحموني سيد علي من مدينة بوسعادة، مصور فوتوغرافي. أشكركم على هذه الاستضافة ونشكر ثاني مشاهدينا الكرام. مرحبا بك سيد علي. ويا مع مع الآلة التصوير، نعرفوا أنه المصور عنده ميول، عنده هواية، عنده حب. المتابع لسيد علي رحموني يشوف أنه تقريبا 80% من الصور اللي يلتقطها فيها بعد سياحي، بعد ثقافي، تهتم بالتراث، تقوم في أكثر مرة مع مشاهير وحتى مش أشخاص معروفين، تلبسهم الزي التقليدي الجزائري. ورح نشاهدوا على الشاشة بعد قليل مجموعة من الصور اللي أكيد قمت بها. لو نرجعوا لحكاية سيد علي، كيفاش بدأت مع التصوير أولا والاهتمام أكثر بالتراث والسياحة بالدرجة الثانية؟ طبعا الاخ محسن، هو التصوير الفوتوغرافي يعتبر على توثيق الاماكن واللباس التقليدي. من خلال الصوره هذه نكون للمشاهد، نكون له صوره تعبر عن المكان، جمال بلادنا. كما نعرف ان الجزائر بلاد قاره، من مكان مكان لدينا عادات وثقافات. هنا من خلال الصوره هذه نعرف المشاهد بالمنطقه، نعرفه باللباس التقليدي تاع المنطقه هذيك، تاريخ المنطقه، ثقافه المنطقه. من خلال كامل هذه نعطيه بالطاقه الفنيه. المشاهد لما يشوف الصوره، الصورة هذه تحكي على المنطقة وتحكي على الثقافة نتاعها. لأنك ابن بوسعادة، هذا الشيء خلاك تهتم فقط بأزياء المنطقة والعادات والتقاليد، ولا لا أنت تهتم بالمنطقة صح لكن متفتح على باقي الولايات؟ البداية تاعي كانت من مدينة بوسعادة، ورانا نشوفوا الصور في هذه الأثناء. البداية تاعي كانت من مدينة بوسعادة، والأشكر الأخ مراد زياني سفير لباس النيلي. صح، نسلموا عليه بزاف 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 إن شاء الله. من ثم طرقت، تقول أنا كنقول لك نتجول عبر الولايات. الجزائر تاعنا قاره كما قلت ونعاودها، وكتبان الرمليه تاع مدينه بوسعاده، وحتى يعني الزربيه ما شاء الله طبعا صناعه تقليديه محليه، تقليديه محليه منطقه بوسعاده او خيمه ولاد نايل بصفه عامه. ما شاء الله، اكيد مثل هذا الصور يخلوا اكيد الجزائريين وحتى الاجانب يزوروا هذه المنطقه. كان ممثل وزاره السياحه في بدايه البرنامج تحدث عن عوده الحركه السياحيه الى بوسعاده. انت كابن المنطقه كيفاش تشوف اقبال السياح، وهل كاين منطقه فتره معينه اقول لي يكثر فيها السياح ولا لا على مدار السنه؟ هي في الاواني الاخيره في فصل الشتاء، لان تكون الجو معتدل. وبسعاده لاحظت كيما يقول لك ودي الفتره الاخيره اقبال بزاف من السياح المحليين سواءنا ومن السياح الاجانب. عجبت مدينه بوسعاده، شقول مدينه بوسعاده شقول تعطيك الوان طبيعيه صح، وكو فيها بزاف تضاريس مثل الجبال كيما يقول لك، سياحه جبليه، سياحه صحراويه. وكيما يقول بوسعاده ما شاء الله رجعت التوندونس تاعها كيما كانت زمان. بوسعاده نعرفوها تاريخ، لديها تاريخ عريق صح، مثل ترنو فيها الفيلم تاع سبيكتور طاهر، طاكسي المخفي، شارلو شابين، وعدة أفلام ترنو فيها ثم. وكاين نظن معهد اللي درسوا فيه السياحة في طبعا معهد فندق والسياحة طبعا. هذا كان أول ما يتخرجوا كان أول فندق السياحة صح. فقط نعرفوا كذا